الغرض من الفعالية هو التي بدأتها جمعية القلب السعودية بالشراكة مع مركز تعزيز الصحة، هو نشر ثقافة المشي لدى المجتمع وتقليل بالتالي من النسبة العالية للسمنة في المملكة، وبالتالي تقليل بإذن الله من أمراض السكري والضغط المرتفع والكوليسترول. فهذه مبادرة من جمعية القلب السعودية للمجتمع، وستقوم الجمعية أيضا بدعوة إلى هذه الفعالية في مدن أخرى إن شاء الله. والغرض من هذا هو نشر ثقافة المشي والصحة في المجتمع بإذن الله. متى بدأ تنظيم هذه الفعالية؟ طبعا بدأت في خلال الشهور الماضية، وفضل الله عز وجل اليوم في هذا اليوم الفضيل يوم الجمعة كأطباء قلب وكممرضين وممرضات وفنيين من شتى القطاع الصحي يريدون أن يكونوا قدوة للمجتمع، فيقومون بالمشي مع المجتمع في هذه الفعالية لتطبيق ما ندعو إليه كأطباء قلب، وليس فقط كنصائح، ولكن نريد أن نثبت نحن كأطباء قلب أننا قدوة، وليس فقط ندعو إلى المشي فقط بل سنمشي مع المجتمع.